اهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج مدرسه على الهواء، منهج الكيمياء لصف الثاني. في بدايه الحلقه نقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الكل ان شاء الله. وفي بدايه الحلقه كمان نحب نوجه التحيه للاستاذ خالد. اهلا وسهلا بيك استاذ خالد. اهلا بيك استاذ محمد، اهلا بيك فندم. ان شاء الله النهارده في الحلقه بتاعتنا هنراجع على الفصل الثاني اللي هو التحليل الكيميائي. هنعمل مراجعه سريعه على الالوان، وهنعمل مراجعه سريعه على المجموعات، وبعد كده هنخش في الجزء الثاني اللي هو التحليل الكمي. وهنجهز لك النهارده شويه مسائل كويسه بافكار، بحيث ان الطالب بتاعنا يطلع من المراجعه ان شاء الله ما يحتاجش ان هو يسال فيها تاني. ان شاء الله هنعمل النهارده استاذ خالد في الجزئيه دي. يعني احنا ان شاء الله النهارده هنعمل كده مراجعه سريعه بالنسبه للالوان، لان بالذات في هذه النوعيه من الاسئله الخاصه بهذا الباب، باب التحليل الكيميائي، مهم جدا ان عشان الطالب يصل الى المعادله الكيميائيه وبكده عارف اللفظ بتاعها واللون وهكذا، وده يعتبر اساس بالنسبه لهذا الباب، باب التحليل الكيميائي يعني. فلو بدايه، اي ملح عباره عن شقين، شق حامضي يسمى انيون وشق قاعدي يسمى كاتيون. فلو انا كده عندي ملح مجهول انا عايز اتعرف عليه، انا اجري مجموعه من التجارب للتعرف على الشق الحمضي او الانيون او الشق السالب، وايضا مجموعه من التجارب للتعرف على الشق القاعدي اللي هو الكاتيون، الشق الموجب يعني. لكن ايه الفكره العلميه في الكشف عن الشق الحامضي؟ موضوع الحمض الاكثر ثباتا بيطرد الحمض الاقل ثباتا هو املاحه، وبيكون الحمض الاقل ثباتا زي ما استاذ خالد شرف قبل كده وشرح لنا وقال لك ان موضوع الثبات، ونعيدها مره تاني، موضوع ثبات غير موضوع قوه خالص. قلنا الثبات معناه مقاومه درجه الحراره، درجه الغليان بتاعته عاليه، يعني لدرجه غليانه اعلى هو ده اللي بنقول عليه ثابت حراريا او حمض ثابت. وبالتالي الحمض الاكثر ثباتا بيطرد املاح الحمض الاقل ثباتا في هيئه رواسب او في هيئه غازات يمكن التعرف عليها بسهوله. وده اللي هنشوفه مع استاذ خالد دلوقتي، هيعمل لنا اجمالا مجموعات الاتش سي ال اللي استاذ خالد هم طالبينها، ومجموعات الباريوم كلورايد اللي هو كلوريد الباريوم. حضرتك تشوفها لنا كده على مخطط جميل من مخططاتك ان شاء الله. لما نيجي نتكلم عن الكشف عن الشق الحمضي، الانيون قسمت الى ثلاثه مجموعات بناء على ان الحمض الاكثر ثباتا يطرد الحمض الاقل منه ثباتا من ملحه. بالظبط. اذا حمض اكثر ثباتا زائد ملح الحمض اقل ثباتا يديني ملح الحمض اكثر ثباتا زائد حمض اقل ثباتا. تمام. ده كده بشكل سريع ملخص اللي سعادتك قلته في الكشف عن الشق الحامضي. على هذا الاساس انا عندي انيونات لاحماض غير ثابته، فانا بستخدم حمض متوسط الثبات زي حمض الهيدروكلوريك المخفف، وعندي مجموعه انيونات لاحماض متوسطه الثبات، فانا بستخدم حمض اكثر ثباتا وهو حمض الكبريتيك المركز، وعندي انيونات لاحماض ثابته فانا بستخدم محلول كلوريد الباريوم بي اي سي ال 2 اكواس. طيب بشكل سريع انا بتعرف على الانيون من خلال اما غاز له لون معين، تمام، او غاز له رائحه معينه، او راسب. انا من خلال هذه المشاهدات اقدر ان انا اتعرف على هذا الشق الحمضي من الملح اللي عباره عن شق موجب وشق سالب، حمضي وقاعدي. اذا الناحيه اللفظيه مهمه جدا 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 عشان اقدر احدد الانيون واكتب المعادله الكيميائيه. بشكل سريع بناء على طلب ابنائنا، لو انا هتكلم عن مجموعه انيونات اتش سي ال المخفف، ادي اتش سي ال دايليوت المخفف، نجد ان مجموعه هذه الانيونات هي عباره عن كربونات، بي كربونات كبريتيد، لابد نبقى فاهمين اللفظ هو كبريتيد، وعندي كده ادي كبريتيت، كبريتيت وسايو كبريتات اس 2 او 3 واخيرا نيتريت اهو نيتريت. اذا ده كده كبريتيت، ده كده سايو كبريتات، دي اسمها انيونات اتش سي ال المخفف. لكن لابد نلفت نظر طلابنا لحاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ان في تجربه اساسيه وانا بستخدم فيها
ملح صلب غالبا، ملح صلب غالبا. وعندي فيه تجارب تأكيدية، تجربة تأكيدية عشان اتأكد من صحة ما توصلت اليه، وانا بستخدم فيها محلول الملح اكواس. ادي اكواس يعني محلول. طيب لو انا استخدمت او ضفت اتش سي ال للملح الصلب، يعني انا هقول حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ادي كده انا عندي الملح بتاع كده اساسا هقسمه الى ثلاث اقسام او ثلاث اجزاء. ادي انا كده عندي انبوبه اختبار، وادي الانبوبه الثانيه، وادي الانبوبه الثالثه. ادي الملح، نفس الملح موجود في ثلاث انابيب. طب انا ضفت اتش سي ال مخفف، اذا حدث تفاعل اذا اكيد هذا الانيون، هذا الانيون اما ان يكون واحد من السته دول، اما ان يكون كربونات او بيكربونات او كبريتيت او كبريتيت او سايو كبريتات او نيتريت. طب بنفترض ما حدث تفاعل، اذا اكيد انا لنفس الملح هضيف حمض كبريتيك مركز. حدث تفاعل، اذا اما ان يكون كلوريد او بروميد او يوديد او نيترات، نيترات وليس نيتريت، كلوريد بروميد يوديد. طب ما حدث تفاعل، اذا كده انا عندي اخر احتمال بالنسبة لي، اما ان يكون كبريتات او فوسفات، دوت يعتبر من انيونات محلول، محلول كلوريد الباريوم بي اي سي ال سي ال 2. طيب احنا كده الطالب فين بشكل عام، ازاي انا ممكن اتعرف على الشق الحمضي؟ طيب اذا كان هذا الانيون من انيونات اتش سي ال، اذا حدث فوران، فوران وتصاعد غاز يعكر ماء الجير الرائق اللي عبارة عن ثاني اكسيد الكربون. مين هو ماء الجير؟ ايه هو ماء الجير؟ ده عبارة عن هيدروكسيد كالسيوم سي اي او اتش باي 2، غير الجير الحي ده عبارة عن اكسيد كالسيوم. يبقى اذا حدث فوران وتصاعد غاز يعكر ماء الجير الرائق، يبقى اكيد طبعا ده سي او 2. طب سي او 2 دوت يدل على ايه بقى؟ اما ان يكون الشق الحمضي عندي كربونات او بي كربونات، لكن من الملاحظ انه في هذه التجربه الاساسيه ما قدرناش نميز مين الكربونات والبيكربونات. طب لو انا حبيت اميز بين الكربونات والبيكربونات، يبقى اذا احنا هنعمل ايه؟ التجربه التاكيديه بتاعت كبريتات المغنيسيوم. جميل. هتتحط على محلول الملحين وهنشوف الرصب اللي هيتكون، لو رصب ابيض على البارد يبقى ديت مجموعه الكربونات، اذا انيون هذا الملح هو الكربونات. لو تكون معاك رصب ابيض بعد التسخين هيبقى معاك اللي هو البي كربونات. تمام. في حته في الجزئيه بتاعت السي اي او اتش باي 2 اللي حضرتك كتبتها، اكتب لهم بس تحتها مستر خالد اي كيو، ان في طالب كتير لو اتحط له تحت حرف الاس يقول لك هي دي ماء الجير ولا لا. لا هو هو الاس ما ترسب او ما يتكون بالظبط، هو دوت بيسموه الجير المطفى الاس او بيسموه سلاك لاين. انما التاني اللي هو الاي كيو اللي هو محلول ماء الجير ده اللي هو السي اي او اتش باي 2، فلو الطالب اتحط له الاس ما يبقاش ماء الجير. تمام يا باشا؟ تمام. اتفضل. ده كده كان بالنسبه للكربونات وبيكربونات، ولكن في جزئيه خاصه بالذوبانيه. يعني سعادتك قلت لما ضفنا محلول لا كبريتات المغنيسيوم الى محلول كل منهما، لابد الطالب يبقى فاهم ان في التجربه التاكيديه انا بستخدم محلول ملح. حضرتك قلت اذا تكون راسب ابيض على البارد كربونات. يبقى دوت كربونات، على اعتبار ايه؟ ان جميع الكربونات لا تذوب في الماء. تمام. فيما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. بالزبط. ولكن اذا كان بيكربونات يعطي راسب ابيض بعد التسخين. ليه؟ هو اتكون ملح بيكربونات وجميع البيكربونات تذوب في الماء، ولكن بالتسخين تتحول. كون ان يتكون راسب ابيض هذا يعني ان البيكربونات الذائبه تحولت الى كربونات غير ذائبه فادتني راسب ابيض. اذا دي برضو عشان في اسئله تعليليه او كيف تميز بين خاصه بهذه الجزئيه. طيب اداني راسب اسود. طيب قبل اي حاجه معانا نور من العريش. الو الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مستر؟ يعني وسهلا. ازيك يا نور؟ اتفضلي. انا كان عندي سؤال في الباب الثاني. طيب اتفضلي قوليه واحنا ان شاء الله في اثناء الشرح نجيبه لك. تمام. كم مل من المحلول؟ واحد من 10 مول على لتر؟
واحد من عشرة مول على اللتر مولار. من حمض الهيدروكلوريك تمام. تلزم لمعايرة عشرة تلزم عشرة ايه ملي؟ ايوه. من محلول هيدروكسيد كالسيوم اوكي كملي. واحد من عشرة مول على اللتر كم؟ واحد من عشرة مول على اللتر خلاص؟ ايوه ده سؤالك؟ اه حاجة تاني؟ لا شكرا استني الاجابة ان شاء الله في الحلقة. شرفينا طبعا يا نور، ودي تعتبر مسألة معايرة إن شاء الله هنقولها الحلقة إن شاء الله، وإحنا بنشتغل عن مسائل المعايرة، المسائل الجميلة الهامة جدا 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 اللي تعتبر موضع اهتمام. نرجع ونكمل ونقول لو إداني راسب أسود، راسب أسود إذا ده كده عبارة عن كبريتيد. راسب أسود هو معظم الكبريتيد لا مش راسب أسود بقى، إذا تصاعد غاز رائحة كريهة يسود ورقه مبلله بمحلول أيوة. اسيتات الرصاص. انا فاهم انا حضرتك انك بتتكلم ان ايه، ان كلمه سواد خلي بالك ان معظم في الكشف هنا الالوان معروفه والروائح معروف، بس دايما بيرتبط الراسب الاسود بايون الكبريتيد. الكبريتيد ده احنا حبينا ننبهك ليها حته كده ايه، وانت بتحفظ خليك فاهم ان اي حاجه سودة بتظهر يبقى الاس دي موجوده عندي. تمام كمل يا استاذ خالد. يبقى اذا احنا في مجموعه انيونات اتش سي ال المخفف، احنا بنقصد من مراجعه التركيز قوي قوي، لذلك انا هبقى مصر على موضوع المقارنات الحاجات المتشابهه. يعني قلنا ايه، اذا تصاعد غاز ذو رائحه كريهه ده معروف غاز كبريتيد الهيدروجين. تمام. يسود ورقه مبلله بمحلول اسيتات الرصاص. اسيتات الرصاص جت في موضعين في كل التحليل الكيميائي او في الكشف عن الانيونات. انا مرة استخدمت اسيتات الرصاص CH3COO2BB في التعرف على غاز كبريتيد الهيدروجين. تمام. ومرة استخدمتها في التجربة التأكيدية الخاصة بانيون الكبريتات. اذا لابد يبقى الطالب عارف ان لما يجي له سؤال في اسيتات الرصاص انا هروح لحاجتين، اما الكبريتيد او التجربة التأكيدية الخاصة بالكبريتات. وده مهم جدا ان الطالب يبقى فاهم النواحي اللفظيه، واحنا قلنا دايما ايه، ان اللفظ يؤدي الى الرمز. بالزبط. انا مش هعرف رمز ولا اكتب معادله كيميائيه الا لما انا احدد اساسا ايه الشق الحمضي اللي عندي من خلال المشاهده اللي احنا بنقولها. اذا اساسنا يعني حتى لو طالب بيميز بين حاجتين وكتب معدات بدون مشاهده احنا بنعتبر دي اجابه خاطئه. انا بميز بين مشاهده ونؤكد بكتابة المعادلة الكيميائية، لكن لو الطالب كتب معادلة بدون مشاهدة نقول له اسفين انا عرفت منين؟ اما غاز انا بتعرف عليه من خلال لونه او رائحة او راسب بيتكون في انبوبة الايه الاختبار. طب بنفترض ان تكون غاز ذو رائحة نفاذة ودي بقى حاجة مهمة قوي قوي ماشي، اللي هو عبارة عن غاز ثاني اكسيد الكبريت. تمام. واللي بيخضر لون ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، يبقى الانيون انيون كبريتيد. تمام. طب لو اداني نفس الغاز وتلون المحلول باللون الاصفر لتعلق الكبريت يبقى يعني سايو كبريتات، وده سايو كبريتات S2O3. لذلك يعني برضو احنا اثناء ما احنا بنشرح الكلام ده برضو هنقطع بعض الاسئله الخاصه بهذا الكلام. اذا احنا مزجنا او عملنا معادله مزج بين الشرح العام برضو وازاي يجي السؤال في هذا الكلام يعني. تمام. اخيرا برضو اذا تكون غاز عديم اللون تحول الى ابخره بنيه محمره عند الفواهه يبقى الانيون انيون نيتريت. اذا من الملاحظ ان كان في غازات انا بتعرف عليها من خلال اللون، غاز عديم اللون تحول الى ابخره بنيه محمره عند الفواهه، او غازات بالرائحه بتاعتها رائحه كريهه او ذو رائحه نفاذه، او غاز كان بيعكر ماء الجير الرائق اللي سعادتك تفضلت بحاجه جميله جدا ان انا اكتب CaOH/2 equals من الحاجات الحلوه قوي او التكات الجميله اللي احنا عايزين نلفت نظر ابنائنا ليها. مشكورا مستر محمد على هذه المعلومه القيمه. طيب يجي مثلا سؤال يقول لي ايه، فرضا يعني كده هو وضح بالمعادلات الرمزيه اثر اضافه حمض الهيدروكلوريك المخفف الى ملح كربونات الصوديوم ثم تعريض ورقه مبلله
بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة لغاز ثاني اكسيد الكبريت. اذا احنا كنا من ضمن المشاهدات قلنا اذا تصاعد غاز ذو رائحة نفاذة يخدر ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك، يبقى ده كده عبارة عن كبريتيك. طيب تعريض ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة، ادي ثاني كرومات البوتاسيوم K2Cr2O7. طبعا بيقول لي محلول يبقى ده كده اكوس. اذا انا من اللفظ استنتجت الحالة الفيزيائية مالها؟ محمضة بحمض الكبريتيك H2SO4 اكوس، وادي غاز ثاني اكسيد الكبريت اهو، غاز، بيقول لي غاز. ما الذي يحدث؟ تتكون كبريتات بوتاسيوم K2SO4 وكبريتات كروم ادي Cr، وادي الكبريتات، الكبريتات ثنائية وثلاثي، وكرومها ثلاثي زائد H2O. اولا ثاني كرومات البوتاسيوم دي لونها ايه؟ برتقالي، برتقالية. كبريتات الكروم لونها اخضر. عاوز المعادلة احط 3 عند الاس او 2. اذا بيقول لي اكتب المعادلة التي تدل على تعريض ورقة مبللة بمحلول ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة لغاز ثاني اكسيد الكبريت. انا كتبت المعادلة لكن وارد يقول لي طب ليه اخضرت؟ ليه اخضر اللون؟ تحول من البرتقالي الاخضر ليه؟ عشان ايه؟ اختزال. طب ما انا هحسب عدد تاكسد الكروم في كبريتات البوتاسيوم. هنا عدد تاكسد الكروم الاوب سالب 2 في 7 سالب 14، هنا الكي موجب 1 ادي كده موجب 2 يبقى دي كده موجب 12، اذا السي ار بس بي موجب 6. هنا الكروم الكبريتات سالب 2 في 3 سالب 6 سي ار 2 يبقى موجب 6، اذا سي ار بس موجب 3. اذا ايه الواضح اساسا؟ ان حدث نقص للشحنه الموجبه، ومعنى انه يحدث نقص للشحنه الموجبه اذا حدث اختزال، يبقى ليه تحول من برتقالي الى اخضر؟ لاختزال ثاني كرومات البوتاسيوم الى كبريتات الكروم. ده كده كان بالنسبه قلنا ازاي بقى ممكن يجي السؤال من خلال الشرح بتاعنا. نرجع تاني لمجموعه انيونات اتش سي ال المخفف. من ضمن الاسئله اللي ممكن تيجي او قبل الاسئله عشان بس نبقى كده خلصنا كل المشاهدات، في تجارب تاكيديه. يعني سعادتك تفضلت وقلت ايه؟ ان محلول كبريتات المغنيسيوم ام جي اس او 4 ده بيستخدم في التمييز بين الكربونات والبيكربونات. طب في الكبريتيد والكبريتيت دول كنت انا بستخدم محلول نترات الفضه اي جي ان او 3، وده موال هنقوله دلوقتي حالا. ده كتير عندنا مشتركه هنا ومشتركه كمان في مجموعه الحمض الكبريتيك ده في كل في كل المجموعات، يعني سواء مثلا اتش سي ان المخفف او اتش 2 اس او 4 المركز او مجموعه محلول اساسي صح كلوريد الباريوم. يعني هو اي جي ان او 3 بيستخدم في الكشف عن سته انيونات. بالظبط سته انيونات. نستاذنك انك في الاخر اعملها لهم في ورقه وتكتب له الاي جي ان او 3 والست انيونات بتاعته بقى الوقت. حالا بعد ما اخلص هي. تمام تؤمر احمد الدين. ماشي. ماشي ماشي. طب بالنسبه لي السيوكابريتات تجربه مهمه جدا في التجربه التاكيديه، بستخدم محلول اليود. ولكن من الحاجات الهامه قوي نقول للطالب فرق بين محلول اليود واليود وابخره اليود. فرق بين محلول اليود وابخره اليود. محلول اليود ده بني ولكن ابخره اليود بنفسجيه، ودي موجوده فين؟ هنقولها حالا. ارجو ان الحلقه دي بالذات يعني ابنائنا وبناتنا يركزوا ويسمعوا قوي 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 قوي، وهناخد كل مداخلاتنا لكن هنقولها بشكل مرتب لعدم التشتيت. يبقى اذا ادي اول ملحوظه احنا قلناها في فرق بين محلول اليود وابخره اليود.
محلول اليود ده لونه بني. طب ابخرته ده بنفسجيه. طب فين هنقولها حالا دلوقتي. اذا ادي بالنسبه للسيوكبريتات انا عندي اي 2 اكواس او محلول اليود. هنا بقى بالنسبه بقى دي النيتريت ايه تجربته التاكيديه؟ تجربه هامه جدا اللي هي بستخدم محلول برمنجانات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك. طيب سعادتك طلبت طلب محدد بالنسبه للاي جي ان او 3 لاي جي ان او 3. طب الكلام ده بقى كلام حلو قوي قوي. ايه هو؟ اي جي ان او 3 محلول نترات الفضه. طبعا احنا بنراجع وعاوزين اكبر قدر ممكن فجانب السرعه الى حد ما موجود، احنا مدركين هذا الكلام بالزبط. على اساس ان الطالب عنده خلفيه عن اللي احنا بنقوله، وفي نفس الوقت احنا عايزين ندوها كم كبير. اكبر او كم كبير بالزبط. بالنسبه لمراجعه هذه الجزئيه. كبريتيد كبريتيت كلوريد بروميد, بروميد. يوديد واخيرا فوسفات. طيب بالنسبه للكبريتيد الطالب يا مستر محمد بيقول انا عندي كم كبير جدا من المعادلات، نقول له لا طبعا. مين قال الكلام ده؟ اولا ده بيكون انيون موجود في صوره ملح، يعني كبريتيد صوديوم، كبريتيت صوديوم، كلوريد صوديوم، بروميد صوديوم، يوديد صوديوم، فوسفات صوديوم. انا بعتبر ده كله عباره عن معادله واحده بس من ست معادلات. ليه؟ لان في كل الحالات هدينا ايه؟ نترات صوديوم اساسي اهو اساسي ماشي خلاص، وانا عندي ده برضه اساسي. طيب لكن حسب نوع الانيون كبريتيت فضه، كبريتيت فضه، كلوريد فضه، بروميد فضه، يوديد فضه، فوسفات فضه. اذا انا اهوت عندي اي جي ان او 3 ادي الكاشف بتاعك كتجربه تاكيديه، والملح عندي بيحتوي على كاتيون الصوديوم. اما بقى مع الكبريتيد او الكبريتيت او انيونات الموجوده عندي. طب وينتج ايه؟ في برضه ناتج اساسا هو عباره عن ايه؟ ان ايه ان او 3. اذا دي موجوده في كل المعادلات، ودي في كل المعادلات، وده في كل المعادلات. اذا الانيون بس اللي بيختلف من هنا لهنا. يعني احنا عايزينه ايه؟ يا ابنائنا يا بناتنا يا حبايبنا، لا ده احنا عندنا معادله واحده بس من ست معادلات. طيب لو انا ضفت محلول الملح الى محلول الملح بقى عايز يعني اتعرف عليه. في حالة الكبريتيد هيديني ايه؟ راسب اسود. طب في حالة الكبريتيت راسب اسود بطريقة غير مباشرة، بمعنى ان كان بيتكون راسب ابيض ايوه بيسود بالتسخين. طب في حالة الكلوريد، الكلوريد راسب ابيض، ده انا هكمل في ثلاث حاجات. هنا ابيض مصفر، مصفر. هنا اصفر، اصفر. طب واحده اهي ابيض يصير بنفسجي لو تعرض للضوء الشمس او للضوء، يعني لو اتعرض للضوء يصير انه لون ايه؟ بنفسجي. طب ده ابيض مصفر برضو اذا تعرض للضوء يسير داكنا. ايه الجمال ده؟ طب نقطة تعرض للضوء، طب في حاجة تقول لي ايه؟ طب اذا تعرض للهواء راسب ابيض، اذا تعرض للهواء مش للضوء فيتحول الى ابيض مغدر او يغدر، يبقى ده كاتيون الحديد اتنين. اذا انا مهم جدا عندي مش قصه سين وجيم، انا مهم جدا في مراجعتي
التركات. التكات، يبقى الطالب فاهم اصل سمع كلمه اذا تعرض هو خلاص للضوء. لا، الضوء ده كان عندي ايه في حاله الكلوريد والبروميد، ما ده ابيض بقى بنفسجي، ابيض مصفر اصبح داكن داكن، ولكن اذا اداني راسب ابيض ولما يتعرض الهواء يخضر يبقى ده كاتيون الحديد الاثنين. لسه هنخش ان شاء الله في الكاتيونات. اكيد اكيد بيزل. طيب نرجع بقى تاني للحدوته السهله بتاعتنا ديت قوي قوي قوي، وان احنا طالبنا كده اصدقاء برنامج مدرسه على الهواء بالتركيز معانا قوي قوي في القصه دي ذات نفسها. طب دوت راسب ابيض ماله؟ يذوب او يذوب، ده كده يذوب بقلة او بطء، ده كده لا يذوب. طب كله فين بقى؟ في محلول النشادر. ميز بين محلول النشا ومحلول النشادر. ده عبارة عن نشادر ده في مية، عبارة عن هيدروكسيد أمونيوم. طب ده كده عبارة عن ايه؟ سكر عديد. محلول نشا هيبقى عندي في التجربة الأساسية الخاصة بحاجتين بس، البروميد واليوديد، وهنقولهم حالا بعد ما نخلص هذا الكلام. اذا كده احنا قطعليك بالنسبة لي نترات الفضة، اذا تكون راسب ابيض يصير بنفسجي اذا تعرض للضوء، ويذوب في محلول النشادر ده كلوريد، راسب ابيض مصفر يصبح داكنا اذا تعرض للضوء ويذوب بقلة في محلول النشادر يبقى ده كده بروميد، راسب اصفر لا يذوب في محلول النشادر وده كده يوديد. اذا ابيض بيذوب وابيض مصفر يذوب بقلة واصفر لا يذوب. طب لو اصفر بقى ويذوب يبقى في هذه الحلقه انيون الفوسفات بصفه عامه. الفوسفات خدها على طول في تجربه تاكيديه في اساسيه، يذوب على طول فوسفات يذوب. اذا في راسب اصفر ما يذوبش في محلول النشادر ده عباره عن انيون اليوديد، وراسب اصفر يذوب في محلول النشادر ده انيون ايه؟ الفوسفات. ده كده كان استعراض سريع بناء على طلب سعادتك بالنسبه لي ما ايه هذا الكاشف المهم جدا اللي هو نيترات الايه الفضه. لكن من التجارب التاكيديه الهامه جدا ان لما انا بكشف عن انيون السيوكبريتات في التجربه التاكيديه كنا بنستخدم محلول اليود. يا ابني حبايبنا انا بتكلم عن انيون، لكن لما اجي اتكلم في معادله فانا بتكلم عن انه موجود في ملح، الزق الصوديوم على طول. اذا سايو كبريتات الصوديوم. طب ما انا عارف كبريتيد كبريتيت كبريتات سايو كبريتات كله سالب اتنين، يبقى الكبريتيد هنا بقى التجميع بتاعتنا يا مستر محمد. كبريتيد كبريتيت سايو كبريتات كبريتات كله سالب اتنين، الصوديوم احادي. تمام. طيب اما اجي اكتب بقى المعادله يبقى ان اي 2 ده اساسي اكيد، وطالما ان اي 2 لو فرضا مع اتش سي ال يبقى 2 اتش سي ال. ايوه. اذا انا وزنت المعادله من قبل ما اطلع الناتج لو انا فاهم الميكانيزم اللي بيتم ازاي في المعادله كمعادله. طيب عشان ما نسرحش نتكلم عن التجربه الخاصه بمحلول اليود، وعشان ما نسرحش ويبقى في تركيز هتكلم عن التجربه الاساسيه الخاصه بالبروميد واليوديد عشان اميز برضو موضوع النشا وموضوع الابخره البنفسجيه. اذا كده احنا بنجمع مشاهداتنا مع معادلاتنا. طيب يقول لي ايه؟ انا كده عندي سايو كبريتات صوديوم، السايو كبريتات اس 2 او 3، الصوديوم ان ايه وقلنا نحط اتنين، اذا ادي السايو كبريتات ده عبارة عن شق حمضي سالب اتنين مجموعة، صوديوم ده موجب واحد في اتنين اهو كده اصبح مركب متعادل. طيب كل اتنين مول
من ثيو كبريتات الصوديوم. انا كده عندي محلول يود بني اهو اي 2 ايكوس. طب ما انا بتكلم عن طهوره تاكيديه اذا ايكوس اهو. احنا خدنا مفاهيم عامه ما فيش مشكله عندي في الحاله الفيزيائيه ناس فاهمين. طب يدينا ايه؟ انا كده عندي 4 صوديوم، 2 صوديوم ياخدوا 2 اي ويتكون 2 ان اي اي. اذا ده كده محلول يود بني. ماله محلول اليود البني تحول الى يوديد صوديوم ده عديم اللون. طب الباقي هو الناتج ما تحفظ 2 في 2 ب 4 خدت 2 ان ايه اتفضل 2 ان ايه اهو كتبت ادي ان ايه 2 جميل خالص. 2 في 2 ب 4 اس ادي اس 4 و2 في 3 ب 6 او كده او 6 ده كده اسمه رباعي سيونات الصوديوم ايضا مركب عديم اللون. يبقى اذا اللي بيزول لون اختفاء اللون محلول اليود البني اختفاء اليود عند اضافته الى ثيو كبريت الصوديوم زي ما استاذنا قال لاختفاء اليود وتحوله الى مركب اخر خالص عديم اللون اللي هو عباره عن يوديد الصوديوم وايضا رباعي سيونات الصوديوم برضه عباره عن مركب عديم اللون. يعني تحوله لمركبين عديم اللون. اللون. طيب معانا تليفون. اتفضل. الو عليكم. السلام عليكم. صوتك بس شويه يا محمد. السلام عليكم. الو السلام. ازيك يا مستر عامل ايه؟ يعني وسهلا بيك اتفضل. الحمد لله على كل سنه طيبين. طيب يا محمد حبيبي. استاذ خالد اهلا بيك نورتنا. الله يخليك. انا محمد من البحيره حضرتك كنت منورنا اليومين اللي فاتوا. اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك. سؤالك يا محمد. اهلا بيك يا محمد. حضرتك يا مستر هو جميع الحلقات عديمه لون ولا ايه؟ ايه؟ الحلقات كلها عديمه لون ولا ايه؟ ايه الحلقات دي؟ الحلقات البنيه. انت بتقول لها اسمها الحلقه البنيه تبقى عديمه اللون؟ اه اصل في سؤال جاي في كتاب خارجي بيقول لك دل على صحه العباره الاتيه الحلقه البنيه في جميع مركباتها عديمه لون. اولا يا محمد يعني مع احترامنا لسؤالك احنا بنلتزم بكتاب الوزاره ده الاساس ومرجعنا والامتحانات التجريبيه واللي جات كثانويه عامه لكن احنا هنرد على سعد. موضوع اللون ده ايه؟ احنا قلنا في اليود ده عباره عن بني ابخرته ونفسجيه. الحلقه البنيه جت اساسا عندك في حاجه واحده بس اللي هي كان في تجربه الحلقه البنيه اللي انا هقولها واشرحها ليك حالا دلوقتي ان شاء الله في التمييز بين النيتات والنيترات. طب ممكن يا مستر تقول لنا معلش تاني حته الالوان ابيض 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 مصفر واصفر؟ عينيا حالا 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 يا ابو حميد. بص يا محمد بص يا محمد بص كده على الداتا كده اهو معايا يا محمد محلول نترات الفضه. انا قلت ايه؟ يستخدم في الكشف عن 6 انيونات. فعلا دي جزئيه مهمه جدا يا مستر محمد ان سعادتك وجهتنا ليها ان احنا نقولها مع ابنائنا وبناتنا. يعني في حاله الكلوريد يا محمد هدينا ايه؟ كلوريد فضه ده راسب ابيض. بروميد فضه اهو ادي الفضه اهيت. يوديد فضه. طب كلوريد فضه راسب ابيض يصبح بنفسجي لما بعرض هذا الراسب للضوء. طب بالنسبه للبروميد ابيض مصفر يصبح داكنا برضو لما انا بعرضه للضوء. اذا هي موضوع الضوء خاص بالبروميد واليوديد. طب ادي ابيض بيدوب لما اصفر بقى يدوب بقله لما صار خالص بقى لا يدوب. اذا انت افهمها كده ابيض يذوب ابيض مصفر يذوب بقله اصفر لا يذوب. وادي الخاصه بالضوء خاصه بس بالكوريد والبروميد. وانا قلتها برضو ان ابيض يتعرض للضوء غير ابيض لما يتعرض للهواء. راسب ابيض تعرض للهواء فتحول الى لون الاخضر يبقى كده انا دخلت على كاتيون الحديد 2. تمام يا محمد. طب يا مستر بالنسبه لمجموعه الفوسفات اتفضل قولها له مستر خالد عشان انت الفوسفات انا عندي الاصفر نتج عندي في موضوعين بس يا محمد. لو قال لي راسب اصفر لا يذوب في محلول النشادر مش النشا محلول النشادر يبقى اذا ده عباره عن انيون اليوديد.
لكن اول راسب اصفر يذوب في محلول النشادر يبقى ده كده عباره عن فوسفات. هقول حالا دلوقتي برضو الخاصه بمحلول النشا لعدم اللبس والاختلاط بالنسبه لهذا الموضوع. طب في حاجه ثانيه عندك يا محمد؟ الله يخليك يا مستر. طب يا مستر بالنسبه للمواعيد من 8:30 ل 10 دايما؟ يعني غالبا في رمضان يا محمد بتبقى كده، لكن بعد العيد هترجع هيرجع لاداره القناه ان شاء الله، وهم هيبلغوه ان شاء الله في كنترول هيبلغوه كويس قوي المواعيد امتى والاعاده كمان امتى يا محمد. تمام معذره. تمام شكرا. شرفتنا يا محمد. شرفتنا يا محمد. استاذ خالد ده كده كان بالنسبه دي الموضوع ده موضوع شائك او بالنسبه للطلبه. ولذلك انا هتكلم عن البروميد واليوديد كتجربه اساسيه. لكن قبل ما اتكلم عنها بص بقى يا سادسه معايا يا حبيبنا، انا النشا مش موجود عندي غير في انيونين بس، بروميد ويوديد كتجربه اساسيه، ما عدا ذلك بقول محلول النشادر عشان بس تبقى القصة ثابتة في إطار منهجنا اللي الطالب مطالب بيه. لكن أنا مصر إن ما فيش حاجة اسمها معدات كتير ده. بدليل أنا هعمل دلوقتي معدة التجربة الأساسية الخاصة بالكشف عن أنيون البروميد، وأقارنها بالتجربة الأساسية الخاصة بالكشف عن أنيون اليوديد، وهنستنتج حاجة مهمة جدا إنهما كما لو كانوا معدلة واحدة مع اختلاف بس المشاهدة فقط لا غير. طب مستر محمد كده هنقول اهوت عندي بروميد صوديوم NaNaBr، طالما اساسية يبقى ده كده ملح صلب. كاشف هذه المجموعة هو حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك المركز، مش هو مركز كونك وساخن، يعني مركز يعني ده كده ليكويد، لكن لو كان مخفف يبقى ايكواس. اذا احنا ما بنحفظش الحاله الفيزيائيه. طب هنا اتش 2 وزن كده 2 ان اي بي ار، اذا 2 ان اي بي ار بلس اتش 2 اس او 4 كونك مركز ساخن هيدينا ايه؟ هيدينا كبريتات صوديوم. ما هو الكبريتات دي مجموعه ذرات تكافؤ ثنائي والصوديوم احادي، اذا اتكون ان اي 2 اس او 4 اي مركب متعادل الموجب قد السالب، وده سر تبديل التكافؤات. طب ده كده محلول زائد ايه؟ زائد 2 اتش بي ار، ده غاز عديم اللون يتأكسد جزئيا، يعني كل جزء بيتصاعد يتأكسد. 2 اتش بي ار يتأكسد جزئيا بواسطة حمض الكبريتيك. الله، لما الطالب كده يكمل اللفظ عشان يستنتج المعادلة، فاديني ابخرة بروم برتقالية حمراء، يعني البروم ده هيطلع اهو. ادان هو ادي بي ار تو فابور بخار، دي ابخرة، دي ابخرة برتقالية حمراء مالها؟ تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا وليس النشادر. ونكمل المعادلة بتاعتنا، الكبريتات دي كده مصدر لثاني اكسيد الكبريت او ادي اس او 2 اتفضل 2 او مع 4 اتش يعمل لي 2 ميه، يبقى اذا تصاعد غاز عديم اللون يتاكسد جزئيا، ده كده غاز عديم اللون يتاكسد جزئيا. اذا انا مصر
ان المعادله انا اللي بيخليني اكتبها اللفظ بتاعي بواسطه حمض الكبريتيك، واداني ابخره برتقاليه حمراء، برتقال برتقال ها تصفر، ورقه مبلله بمحلول النشا. طب ايه راي سعادتك لو احنا قلنا بدل البي ار حط اي، حطينا اي هتمشي المعادله زي نشوف بقى هي. وارضو حمض الكبريتيك مركز ساخن. الناحيه الثانيه تبقى هو في سؤال بس إيه؟ هو ليه بيلزم التسخين عند الكشف عن انيونات حمض الكبريتيك المركز؟ ليه يلزم التسخين؟ عشان ايه؟ عشان الحمض يطلع عندي في صوره غازيه اقدر اكشف عنه، ولكن كان في انيونات حمض الهيدروكلوريك المخفف واللي يفضل التسخين. حبايبي احنا مركزين قوي، وطبعا ولادنا مركزين جدا في مجموعة انيونات اتش سي ال المخافة، واللي يفضل التسخين عند الكشف عن انيونات اتش سي ال المخافة. ليه يفضل بقى؟ ليساعد على طرد الغازات. بالظبط. انا بساعد طرد ايه؟ طرد الغاز. تمام. ولكن في مجموعة انيونات حمض الكبريتيك المركز قال لي يفضل، مش يفضل بقى، يلزم يلزم التسخين عند الكشف عن انيونات حمض الكبريتيك المركز. ليه بيلزم بقى؟ ها لتحويل الغازات الاحماض في صوره غازيه يسهل الكشف عنها. طب نكمل بقى موضوع اليود، واحنا اثناء ما احنا شغال برضو ايه بنقول السؤال بيجي ازاي او الحاجات التكاتف ازاي يعني. تو ان اي اي مع حمض الكبريتيك مركز ساخن نتج ان اي 2 اس او 4 و 2 اتش اي، يعني نفس المعادله بالظبط، لكن المشاهده تختلف بقى. ده غاز عديم الايه؟ اللون اهو يتاكد ايه جزئيه، واديني بقى ايه ابخره بنفسجية. بدل برتقاليه حمراء، ما هو ناتج ايه بقى اهو، ادي اي 2 او اي 2، هديني ابخره بنفسجيه تزرق ورقه مبلله بمحلول النشا، يعني نفس العباره بس بدل كلمه برتقال حمراء قلت بنفسجيه، وبدل تزرق قلنا تزرق. اذا انا استبدلت برتقاليه حمراء ببنفسجيه اللون، واستبدلت تصفر بايه؟ تزرق. يبقى ده كده عباره عن انيون اليوديد. اذا محلول النشا موجود في حاجتين بس في التجربه الاساسيه الخاصه ب الكشف عن انيون البروميد والكشف عن انيون اليوديد. ده كده كان بالنسبه للنشا وبالنسبه لمحلول الثاني اللي هو الهيدروكسيد الامونيوم، وخدنا الفرق ما بينهم وعرفت الفرق ده امتى وده امتى. اتكلمنا عن الرواسب، اتكلمنا عن استخدامات الاي جي ان او 3، وعرفت كويس قوي الانيونات بتاعتك هتطلع شكلها ايه، وكل واحد فيهم بيدينا لون بتتعامل معاه ازاي. هننهي دلوقتي ان شاء الله مع مستر خالد على جزئيه الاسئله اللي موجوده مع حضرتك الجزئيه دي والمسائل بتاعتها. من الاسئله المهمه جدا الموجوده يقول لي كيف تميز بين نيتر الصوديوم ونيتر الصوديوم؟ احنا ممكن نميز بثلاث طرق، اما بتجربه اساسيه او بتجربه تاكيديه. يعني هنتكلم عن التجربه التاكيديه اللي برضو مطلب بالنسبه لابنائنا. في الكشف عن انيون النيتريت احنا كنا خدنا التجربه التاكيديه، كنا بنعمل محلول من ملح ونضيف محلول برمنجانات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك. برمنجانات البوتاسيوم زي ما خدناها في اكتر من موضع ذات لون بنفسجي. اذا زال اللون البنفسجي يبقى الانيون انيون نيتريت، وإذا لم يزول اللون البنفسجي يبقى أنيون نيترات. إذا كده أنا عندي ملح مجهول يحتمل أن يكون هذا الأنيون إما نيتريت أو نيترات. أنا عرفت ده من التجربة الأساسية، فأنا عايز أأكد بتجربة تأكيدية. فالملح الصلب اللي عندي عملنا منه محلول، وعايز أعرف إذا كان أنيون هذا الملح نيتريت ام نيترات. طيب عندي حاجتين، اذا ضفنا محلول برمنجانات بوتاسيوم محمضه بحمض الكبريتيك
وزال اللون البنفسجي اذا يكون انيون نيتريت، ما زالش نيترات. طالب يقول لي حاجة تانية، طب انا هميز بتجربة الحلقة البنية، هعمل محلول كبريتات حديد اتنين محضرة حديثا وبوفرة واضيفها الى محلول الملح، وابتدي ان انا اضيف حمض الكبري او قطرات من حمض الكبريتيك مركز بشرط ان تسير على الجدار الداخلي للانبوبة. اذا اتكونت حلقة بنية عند السطح الفاصل بين المحلولين والحمض يبقى ده كده عبارة عن نيترات. هنوضح ده بالمعادلة. معانا محمد تاني من البحيرة. الو، علي صوتك برضه. اهلا بيك يا محمد. جل حضرتك معايا سؤال بس عليه. طب اتفضل. اذا اضيف وفره من حمض الهيدروكلوريك المركز الى عينه من اكسيد الحديد المغناطيسي. انت كده داخل في الفصل الاولاني. طب ناخد سؤال. ماشي. اتفضل يا محمد. تم قسم المحلول الناتج ايه؟ يعني استنى نعود الى محلولين. تم تقسيم المحلول الناتج الى محلولين. اتفضل يا محمد قول. كمل محمد. الى قسمين. الى قسمين معاك. ما انا كملت لك السؤال يا محمد. كمل سؤالك يا محمد. ها وطي عندك الصوت يا محمد، وعشان يبقى صوتك واضح بس يا محمد اقفل الصوت عندك يا محمد. تقريبا في مشكله عنده في الشبكه في الكلام. طب خلاص ده سؤال معروف يا محمد ان شاء الله، واحنا هنجاوب لك عليه يا محمد من غير ما تكمل السؤال. من غير ما تكمل مستر خالد عارفه هيجاوبه لك ان شاء الله. ماشي. كنا بقى بنقول ايه؟ انا عندي محلول ملح وليكن نيتري الصوديوم NaNO2 او نيتريت صوديوم، ده محلول. ضفت محلول برمنجانات البوتاسيوم. ايه ده يا مستر؟ ده انا الحاله الفيزيائيه موجوده في الناحيه اللفظيه محلول محمضه بحمض الكبريتيك H2SO4. طب هيديني ايه اذا كان نيتريت؟ يحدث التفاعل الاتي. اولا كل اتنين مول من برمنجانات البوتاسيوم عباره عن ايه؟ عباره عن مول اكسيد بوتاسيوم واتنين مول اكسيد منجنيز وخمسه اكسجين زر نشط. ما دي كده عباره عن ماده مؤكسده، عامل مؤكسد. انا عندي خمسه او زر نشط هيأكسدوا لي خمسه NaNO2 وانتوا خمسه NaNO3. طب زائد ايه؟ دي عبارة عن اكاسيد قاعدية تتفاعل مع الحمض، فانتوا كبريتات بوتاسيوم وكبريتات منجنيز، ده مول واحد بس، يديني مول كبريتات بوتاسيوم، هنا اتنين مول من اكسيد المنجنيز يديني اتنين مول من كبريتات المنجنيز. اذا كده انا محتاج 3 مول من الحمض عشان ده عاوز 2 مول وده مول، 3 مول الحمض. انا وزنت المعادله، انا عارف الميكانيزم اللي بيتم، وكل مول حمض بيطلع مول ميه، اذا 3H2O. يبقى لو ضفت محلول برمنجانات البوتاسيوم، طبعا الطالب مش مطالب بالكلام دوت، ده ميكانيزم التفاعل بالظبط. الطالب عارف الدنيا ماشيه ازاي، يعني 3 حمض 3 ميه، 5 NaNO2 5 NaNO3، وادي كده كبريتات بوتاسيوم وكبريتات منجنيز باي شكل الطالب يبقى عارفها. طب ممكن يقول لي علل زوال اللون البنفسجي، اهو زوال اللون البنفسجي لمحلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك، نفس الحدوته اللي احنا كنا قلناها في ثاني كرومات البوتاسيوم، برضه دي اختزال برمنجانات البوتاسيوم الى كبريتات منجنيز عديمه الايه؟ عديمه اللون. طيب معانا تليفون بس احمد بالكرم، استني بقاله كتير. الو.
الو. ايوه السلام عليكم، ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك حبيبي احمد. كان عندي سؤال بس، هو الهدرجه الحفزيه للايسين المفروض ان هي موجوده في الدرس بتاع الايسين، بيقول ان هو بحمض الكبريتيك المركز، بس لما جيت اشوف في درس الايثانول قال ان هو ممكن يتعمل بحمض الكبريتيك المخفف او الفوسفوريك، يبقى هو مركز تاني. معلش هو ده سؤال بس ناخده بس وهنقول لك ايه الحاجه. الهدرجه الحفزيه للايسين، ايوه تمام، اللي هو C2H4. ايوه اوكي ايوه، في الدرس بتاعه، في الدرس بتاع الايسين كان بيقول ان احنا بنستخدم. طب ارد عليك يا ابو حميد. حاضر. بص يا ابو حميد، لما بعمل هيدره للايسين انا بكون كحول. هنا انا بستخدم حمض كبريتيك مخفف لتنشيط، يعني انما لو انا بنزع ميه من الكحول فانا بستخدم حمض كبريتيك مركز. تمام، يعني انا لو قلت دي او دي مفيش فرق، يعني هنلتزم بكتاب الوزاره. ما هو كتاب الوزارة قالها مرة. ثواني هو قولها كده تاني، عيدها تاني. محمد انت بتقول الهيدرة الحفزية للإيسين في الدرس بتاعه استعملت H2SO4 مركز، قايل ان هو مركز لكن الهيدرة الحفزية. ايوه لكن في الدرس بتاع الكحولات بقى في تحضير الإيثانول. عذرا مقاطعة بس يا ابو حميد، ده كان موجود في طبعات قديمة لكن تم تعديلها ماشي. اذا هيدرة الإيسين لا تتم الا في وجود حمض كبريتيك مخفف. ليه؟ لان الماء الكتروليت ضعيف. أيوة. فيكون تركيز ايونات الاتش ضعيفا، وعشان انا اكسر الرابطه باي لابد ان انا ازود من تركيز ايونات الاتش الموجبه، فانا بستخدم حمض مخفف لزياده تركيز ايونات الاتش الموجبه وتتم الكسر ثم الاضافه. تمام ماشي، شرفتنا يا ابو حميد. تمام، يبقى هو كده راجع بطبعه الكتاب اللي انت بتذاكر منه تبقى طبعه حديث، عشان في تعديلات فعلا بقى لها سنتين شغالين عليها. نرجع تاني كي. دي موضوعنا، نرجع تاني لموضوعنا. بالنسبه لنيتريت الصوديوم قلنا انا عايز اكشف عنه، اذا زال اللون ده نيتريت، ما زالش يبقى كده نيترات. طب برضو من التجارب الهامه جدا 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 جدا، طب هضيف كبريتات حديد 2 محضرة حديثا. طب وليه محضرة حديثا؟ لان لو سبناه بتاكس الى كبريتات حديد 3. وانا عاوز كبريتات حديد 2، وبضيف قطرات من حمض الكبريتيك المركز بشرط ان تسيل على الجدار الداخلي للانبوبة. ليه؟ قلناها قبل كده، نتكلم بقى في المعادلة بتاعتنا. إذا تكونت حلقة بنية عند السطح الفاصل بين المحلولين ومحلول الحمض يبقى ده كده نيترات. طب أنا هكتب المعادلة بتاعتها هنا برضو يبقى الطالب عارف فاهم. طب آدي الصوديوم Na، والنيترات NO3، عملت محلول موجود في الأنبوبة وضفت محلول كبريتات حديد 2، قلنا دي كده محضرة حديثا. لو قال لي علل اقول له ليه علل؟ حتى لا تتأكسد الى كبريتات حديد 3. وضفت حمض كبريتيك مركز كونك ليكويد بشرط ان تسيل على الجدار الداخلي للانبوبة. هنا كده عندي اهو، ادي هنا 2 4، ها ده كده 6، ما انا بضيف كبريتات حديد 2 محضرة حديثا بوفرة. طب ينتج ايه بالنسبة لي؟ ايه اللي ينتج؟ الله، كبريتات صوديوم، جميل، وتتأكسد كبريتات الحديد انها جزء منها لكبريتات حديد 3 ومية وان او، اذا نتج Na2SO4 وكبريتات حديد 3، ما الكبريتات ثنائية وده كده حديد 3 وماء وان او 2 ان ايه، ادي 2 ان ايه، 2 ان ادي 2 ان، 6 اف اي احط 3 بقى 6 اف اي، 4 اتش 2 ادي 4 اتش 2، خلاص وزنت المعادلة لما انا قلت 2 و4 6. طيب غاز ان او عديم اللون، عديم اللون يتحد مع الاف اس او 4 جزء، ما احنا قلنا بوفره ليه بقى؟ لان ما زال عندي كبريتات حديد 2 يتحد مع الان او برابطه ضعيفه، نسميه متراكب، رابطه ضعيفه ماشي.
فينتج اف اي اس او 4 دوت ان او. وعشان الرابطه رابطه ضعيفه لو احنا عملنا رج او تسخين تفصل تزول الحلقه البنيه. اذا لو قال لي كيف تميز بين نيتري الصوديوم ونيتر الصوديوم، الطالب يقول لي حاجه من الثلاثه الا اذا انا الزمته بحاجه حاجه واحده فيها. حتى لو انا الزمته بحاجه معينه وعمل لي حاجه دي بس صح برضو ما ينفعش، لابد ان يلتزم بالسؤال اللي هو موجود عنده. في الحته اللي كانت الفضله الثالثه بتاعتهم هي الاتش سي ال، ان الاتش سي ال مع النيتريت هيتفاعل ومع النترات مش هيتفاعل لانه اقل ثباتا منه. طيب احنا بنهايه الجزئيه ديت، هنستاذنكم ونطلع فاصل بسيط، تابعونا ان شاء الله. سلام عليكم. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ان شاء الله هنكمل الجزئيه اللي فاضله ديت. حضرتك هتبدا لنا بقى شويه مسائل كده، نشوف افكارهم ايه، ومع مراجعات بسيطه على ربط ما بين التحليل ده والتحليل ده. طيب كان في مساله نور النور نور من العريش. نور من العريش، تمام، هنبدا بيها. طيب بس نرد على مساله نور، بعدين احنا نبتدي نكمل بالظبط النظر بتاعنا وكذا. كم ملي من محلول 1/10 مولر من اتش سي ال؟ هو هنا ما قاليش ده ايه، لكن انا من الوحده استنتجت ده عباره عن ايه، مولر او مول لكل لتر، يبقى ده كده عباره عن تركيز. طب حمض يبقى ده كده عباره عن ام اي تركيز الحمض. من اتش سي ال تلزم لمعايرات، اول ما يقول لي معايره اسيب سطر، والسطر اللي تحته اكتب القانون بتاعي ام بي في بي على ان بي هيساوي ام اي في اي على ان اي. انا سبت السطر اللي اكتب فيه المعادله الموزونه اللي من خلالها هستنتج النمبر بتاع البي والنمبر بتاع الاي، يعني عدد مولات القاعده وعدد مولات الاي الحمض. يبقى كم ملي من محلول 1/10 مولر من اتش سي ال؟ يبقى ده كده تركيز الحمض اللي هو عباره عن 1/10. كم ملي؟ يبقى هو كده عاوز الحجم في ايه بتاع الحمض. تلزم بمعايرات 10 ملي، يبقى الحمض اتش سي ال 10 ملي من محلول هيدروكسيد الكالسيوم. اذا ملي يعني حجم، اذا الفي بي ده عباره عن 10 ملي. 1/10 مولر، اذا الام بي 1/10. واضح ان التركيزات واحده مستر محمد، يعني هيكون لو عدد المولات بقى متساوي تطلع الحجوم زي بعضها بالظبط. يبقى اللعبه كلها هتطلع هنا في عدد المولات. سي اي او اتش باي 2، ادي القاعده. هنكمل المعادله، ينتج سي A Cl2، اذا حطيت 2 لوزن المعادله، تمام، زائد 2H2O 2H2O. اذا واضح من وزن المعادله، اولا المعامل الحسابي اللي موجود قبل الصيغه او الرمز هو ده اللي بيدل على عدد المولات. يبقى كده ادي ال Na ب 2، وهنا طبعا انا ما عنديش معامل او عدد موجود قبل الصيغه او الرمز، اذا ال ان بي بكام؟ بواحد. اصبح عندي مجهول واحد بس، طرفين في وسطين، جبنا يا نور اساسا حجم الحمض. طيب هيطلع الضعف بتاعه. طبعا معانا الاول بس تليفون من مدام اسماء ولي طمر. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا يا فندم، معلش كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك. تحت امرك، اتفضلي يا فندم، نورتينا يا فندم. اذكر استخدام العمليات الاتيه، رقم واحد هدرجة المركب العضوي غير المشبع،
ورقم 2 هلجنة الألكينات. غير المشبع والتانية هلجنة ايه؟ الألكينات. لا معلش. الألكينات. الكينات. 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 الكين. ايوه. ربطة ثنائية. ربطة ثنائية صح؟ ايوه. ايوه. الكينات. تمام كده. ماشي حاجة تانية؟ لا خلاص شكرا. طيب تحت امر حضرتك. شكرا. نكمل وبعدين في النهاية. في الجزء النهائي خالص نجيب لي ده جزء في العضوية. لا هنقوله ان شاء الله. هنقوله ان شاء الله. لا تحت امر. المركب غير مشبع لتحويل الزيوت ده. تمام. زيت لسمنة مش كده؟ السمنة ما طبعا كل سنة طيب رمضان بقى. تمام. طيب. كنا قلنا في اللي هو الكشف عن الشق القاعدي اللي هو الكاتيونات. طب في سؤال يعني ليه بنقول ان يعتبر الكشف عن الشق القاعدي اكثر تعقيدا من الكشف عن صعب. الشق الحامضي. اولا عدد الشقوق القاعدية كبير جدا. يتواجد الشق القاعدي اللي هو الكاتيونات في اكتر من حالة من حالات التأكسد بتاعته. تمام. يعني الحديد مثلا مرة تلاقي حديد 2 حديد 3 مرة هتلاقي المنجنيز موجب 7 موجب 2 موجب 5 وبالتالي لما تيجي تدور عليها في الكشف يا ترى اللي عندك في الملح بتاعك انهي واحد فيهم. يعني نوجز كلام سعادتك سبب او تفسير او تعديل ان الكشف عن الشق القاعدي اكثر تعقيدا من الكشف عن الشق الحامضي رقم 1 كثرة وتعدد الشقوق القاعدية. بالظبط. رقم 2 وجود الشق الواحد في اكثر من حالة تأكسد. تمام. طيب احنا عندنا 6 مجموعات. الرابعة والستة غير مقررين. بالظبط. اكيد كل مجموعة بناخد بعض الامثلة عليها مش كل الامثلة. ايوه. فلو كده في عجالة يا ريت تعملها لنا بقى ايه زي ما عملنا كده في في السيلفر نايتريت اللي هي النترات الفضة كده. عايزين نشتغل الحته دي تاني بحيث انك ورقه واحده الطالب ياخد المجموعه الاولى كشفتها حاجتها بسرعه عشان نخش لهم في المسائل. المسائل كتير النهارده. تمام. الكشف عن الشق القاعدي المجموعة التحليلية الأولى إيه كاتيوناتها؟ كاتيون الفضة موجب 1 كاتيون الزئبق موجب 1 كاتيون الرصاص بي بي موجب 2 ليه تعليق مهم جدا هنا في هذه المجموعة التحليلية. أولا كاتيونات هذه المجموعة كلوريداتها لا تذوب في الماء. لا تذوب في الماء. يبقى افهم من كلامك انها بتترسب على هيئه كلوريدات. ولذلك هنا الكاشف HCl. HCl المخفف. ايه ده؟ اذا HCl المخفف كان عامل مشترك. ممكن اكشف بي عن انيونات اقل لاملاح او لاحماض موجوده في الحلقه اقل ثباتا من اتش سي ال. وبرضه ممكن انا استخدمه في الكشف عن كاتيونات المجموعه التحليليه الاولى. اذا انا بس بتكلم في الربط اتش سي ال مخفف او تقرر استخدامه في الكشف عن كاتيونات المجموعه التحليليه الاولى. المجموعه التحليليه الثانيه من كاتيوناتها كاتيون الكالسيوم وكاتيون النحاس لكن احنا مطالبين بكاتيون النحاس 2. طيب كابريتيدات او كابريتيداتها برضو لا تذوب في الماء ولذلك الملح يذاب الملح في الماء وابتدي اضيف حمض انا عايز اخلي الوسط وسط حامضي عشان ارسب كاتيونات المجموعه الثانيه دون الرابعه اللي هي مش علينا وابتدي امرر الغاز كبريتيد الهيدروجين لذلك الكاشف عندي بتاع كاتيونات المجموعه التحليليه الثانيه HCl بلس H2S المجموعة التحليلية الثالثة
ده اهم واحده. من كاتيوناتها الالومنيوم موجب 3، الحديد موجب 2، موجب 2 الحديد موجب 3. طيب كاتيونات هذه المجموعه مالها؟ هيدروكسيداتها لا تذوب في الماء، وبالتالي لابد بكشف فيه او اتش. يعني احنا هنا قلنا دوت كلوريداتها، فاحنا استنينا اتش سي ال عندي كلوريد اهو، يعني انا عايز ارسب هذه الكاتيونات في صوره كلوريد، لذلك اخترنا اتش سي ال. طب هنا مثلا كبريتيداتها لا تذوب في الماء، فانا قلت اهو مررت غاز كبريتيد الهيدروجين عشان ارسب كبريتيد نحاس يو اس، برضو هيدروكسيداتها لا تذوب في الماء، فانا بستخدم كاشف في او اتش وليكن اللي هو هيدروكسيد الامونيوم ان اتش 4 او اتش، دي في التجربه الاساسيه، وفي التاكيديه بستخدم ان اي او اتش. اذا دي كده اساسيه ودي كده عباره عن تاكيديه. كاتيونات المجموعه التحليليه الخمسه، خدنا كاتيون الكالسيوم كمثال على هذه الكاتيونات، نجد ان كاتيوناتها او كاتيونات المجموعه كربوناتها لا تذوب في الايه في الماء، ولذلك انا كده كان عندي كاشف المجموعه عباره عن كربونات امونيوم، ادي الامونيوم ان اتش 4 والكربونات سي او 3. انا عارف ان الكربونات ذات تكافؤ ثنائي ودي مجموعه ذريه قلت باي 2، اذا ان اتش 4 باي 2 سي او 3. لكن زي ما احنا قلنا ان في التجربه الاساسيه انا بستخدم ان اتش 4 او اتش هنا، والتاكيد انه اتش. انا عندي حاجه مهمه جدا 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 خاصه بالتجربه التاكيديه الخاصه ب كاتيون الكالسيوم، حاجه اسمها كشف اللهب. كشف اللهب اللي هو الكشف الجاف او ما يسمى بالكشف الحراري. طيب في كشف اللهب دايما ايه الطلبه بتتناسى هذه الجزئيه، ودايما ايه مركزه على المعادلات، معادلات ما ده برضو موجود عندنا موجود وجه في امتحانات الثانويه العامه، وحاجه مهمه جدا جدا يعني. ازاي احنا بنكشف عن كاتيون الكالسيوم في ملحه؟ وليه قلنا هي كشف جاف، كشف حراري، كشف لهب؟ بنحضر سلك بلاتيني، انا بغمزه في اتش سي ال مخفف عشان انضفه، تمام، يتم تنظيفه، وبالتالي انا عندي البي تي بعد الاتش مش هتفاعل معاه، يعني برضو مش معنى اخترنا اتش سي ال مخفف. اذا هنقول نحضر سلك بلاتيني يتم تنظيفه بغمسه في حمض هيدروكلوريك، ثم يغمس في الملح الصلب، الملح الصلب، بعدين ابتدي انا اعرضه للمنطقه الغير مضيئه من لهب بنزين، من لهب ايه بنزين. هيتلون اللهب بلون احمر طوبي نتيجه تطاير كاتيونات الكالسيوم من الملح. دي من التجارب التاكيديه الهامه جدا الخاصه بالكشف عن كاتيون الكالسيوم. كده احنا عملنا عرض سريع خاص بالكلام ده، لكن انا متصور عايزين بس ندي تكه بالنسبه لي كاتيونات المجموعه الثالثه بمشاهدتها، لانها تعتبر من المجموعات المهمه فعلا في جزئيه الكشف عن الكاتيونات بالذات وبيلعب عليها كتير. تمام، انا مش شرط يكون عندي الملح ايه، اقول له كلوريد الومنيوم، كبريتيد الومنيوم، لا احنا 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 اساسا انا بستخدم او بكشف عن كاتيون في ملح. فاما اجي اتكلم عن كلوريد الومنيوم، ثواني استاذ خالد عشان محمد بن البحيره بيذاكر معانا النهارده الحلقه. الو، اهلا محمد. السلام عليكم، ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا يا محمد، ازيك؟ عمرك الحمد لله والله تمام. يلا الحلقه اللي حصلك النهارده يا محمد. معلش بس لا تمرنا هيبقى قد. اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اذيبت عينه من خليط من كلوريد الصوديوم وهيدروكسيد الصوديوم، صح؟ اذيبت عينه عباره عن خليط من كلوريد الصوديوم ونترات البوتاسيوم. نترات بوتاسيوم، كلوريد الصوديوم ونترات بوتاسيوم، ماشي. لازم المعايرات تزن 4.5 جرام في الماء المقطر، 4.5 جرام في الماء المقطر، ثم اضيف الى المحلول كميه من نترات الفضه، ماشي.
حتى تمام الترطيب. ثم رشح الراس بالمتكون وجففة وتسخن كمان، فوجد ان وزن الراس 5.5 جرام من كلوريد الفض. احسب نسبة كلوريد الصوديوم في العينة. عايز كلوريد الصوديوم في العينة؟ كلوريد الفضة. عايز كلوريد لا عايز كلوريد الصوديوم في العينة. كلوريد الصوديوم في العينة. كلوريد الفضة ولا الصوديوم؟ كلوريد الصوديوم. الصوديوم. لا ده احنا ممكن نقول لك نسبة الكلور كمان نفسها في العينة شكلها ايه. سؤال تاني يا مسلم. قول. اذا اضيف وفرة من حمض الهيدروكلوريك المركز الى عينة من اكسيد الحديد المغناطيسي ثم قسم المحلول الناتج الى قسمين. استنى ما انت اديتنا المساله دي. مفيش مشكله عادي. خدها. حاضر ماشي. اتفضل يا محمد. ثم قسم الى قسمين. اضيف الى القسم الاول براز حديد ماشي، ثم محلول الصودا الكاويه، واضيف الى القسم الثاني محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركزه KMnO4، ثم محلول الصودا الكاويه. ماشي، وضح ماذا يحدث في الحالتين. وعايز لون الرواسب اللي اتكونت كمان، وحديد 2 وحديد 3. ماشي شكرا مستر حبيبي. ماشي تابع بقى معانا، هنخلص وهنجاوب لك الاسئله مع الوقت بتاعنا. ماشي محمد اتفضل يا استاذ خالد. طبعا اسئله جميلة وكلها هتحل، ولكن في ترتيبها يعني احنا ما هي موجوده معانا يعني. لكن بس العدم التشتت احنا بناخدها بس في ترتيب الشرح بتاعنا يا محمد، يعني حتى لو وقتنا فرضا ما كفاش هتلاقي اجابتها موجوده في الحلقه اللي جايه في بدايتها ان شاء الله يعني، لكن ان شاء الله وقتنا يكفي ونجيب على كل الاسئله ان شاء الله. نيجي بقى دي حاجه مهمه جدا، وطبعا يعني كان دايما مطلب كبير جدا من ابنائنا، يعني عايزين نبقى مركزين يا مستر، يعني عايزين ايه ما نخرجش من معلوماتنا، فاحنا بنوفق بين الحالتين، بناخد السؤال ونحطه اثناء ما احنا بنشرح هذه الجزئيه. قلنا بالنسبه لكاتيونات المجموعه التحليليه الثالثه اللي عباره عن الومنيوم 3 حديد 2 حديد 3، ال Cl3 او كبريتات الومنيوم، انا يميني في الملح اللي هو كاتيون الالومنيوم باي شكل من الاشكال يعني. طب كلوريد حديد 2 او كبريتات حديد 2 او مش شرط، انا برضو بتعامل مع كاتيون وليس مع انيون ايا كان هذا الانيون. كلوريد حديد 3 انا مصر ان انا اقول للطالب ادي الكاتيون بتاعي. طيب هنا انا بستخدم ايه في الكشف عن كاتيونات؟ احنا انتقلنا بقى من الانيون للكاتيون، كاتيونات المجموعه الثالثه. ما احنا قلنا اساسا ان كاتيونات المجموعه التحليليه السادسه هيدروكسيداتها لا تذوب في الماء، لذلك انا بستخدم كاشف في او اتش عشان ايه اللي يتحد مع الاو اتش ودي الراسب اتعرف عليه. طب في التجربه الاساسيه كان عندي هيدروكسيد امونيوم، ادي ان H4OH برضو، ادي طبعا دي كلها محاليل طبعا NH4OH. ده ثلاثي حط ثلاثة، ثنائي حط اثنين، ثلاثي حط ثلاثة. قصة سهلة خالص يعني، ما احنا ما بنحفظش وزن، احنا بنستنتج وزن معد، فاهمين ايه اللي بيتم اساسا. طب هيديني ايه؟ ما انا لما قلت دوت كده ثلاثي موجب و اتش هنا كان سالب واحد، فانا خدت ثلاثة منها. طب اتكون ايه؟ اتكون AlOH/3 ده راسب ابيض جيلاتيني، راسب ابيض جيلاتيني. طب بجانب هذا الراسب انا كده عندي ثلاثة Cl و ثلاثة NH4، يبقى 3N H4Cl، لان دي احاديه التكافؤ وده احاديه التكافؤ، ده دوت عدد مش ده التكافؤ اهو لو رجعته للاصل. اذا انا بقول للطالب احنا ما عندناش مشكله خالص في المعادلات، احنا او بنفسر ازاي انا كتبت معادله. كلوريد الومنيوم ده كده محلول الملح اللي انا بكشف عن الكاتيون بتاعه، كاتيون الومنيوم، ضفت كاشف المجموعه هيدروكسيد امونيوم او هيدروكسيد اهوت هيدروكسيد امونيوم،
نتج هيدروكسيد الومنيوم راصب ابيض جيلاتيني، ده الناتج السنوي. اذا انا بتعامل مع الناتج الاساسي. هنا برضو بالمثل، يعني اذا تكون راصب ابيض جيلاتيني يبقى هنا الكاتيون كاتيون الومنيوم. هنا بقى الحته اللي احنا كنا هننوه عليها، يعني FeSO4 كبريتات حديد 2 مع هيدروكسيد امونيوم هيدينا ايه؟ هيدروكسيد حديد 2 او ادي FeOH2 زائد كبريتات امونيوم، ادي الكبريتات وادي الامونيوم، ما انتهي به لفظا نبدا به رمزا بالزبط. كبريتات امونيوم، اذا هو ادي الامونيوم وبعدين ادي الكبريتات. انا مش حافظ والله، انت انا كطالب فاهم بيوجهك ازاي تكتب الصيغه. الكبريتات دي ثنائيه لكن دي مجموعه ذريه، يبقى اذا توضع بين قوسين. اذا احنا برضو بنتغلب على مشكله الاساسيات اللي تبقى موجود عند طالب ثانويه عام المفروض يعني. فهنا قدامي ايه؟ ده بقى ايه؟ راصب ابيض اذا اتعرض للهواء. اذا الضوء احنا قلناها فين؟ يعني يتحول الى اخضر عند تعرضه للهواء. يبقى ابيض مغدر كده. للهواء. مش اخضر فيها زي ما فاكرين، لا هو ابيض مغدر. طيب كلوريت حديد 3 مع هيدروكسيد امونيوم برضو نفس الحدوده، ده حديد 3 نتج FeOH3 ده ايه بقى؟ بني محمر جيلاتيني. اذا ده راصب بني محمر جيلاتيني بجانب برضو ادي 3NH4Cl. انا استاذن ساعتك بس بقى يا مستر محمد، استاذنك انا بس عشان منى بقى لها كتير معانا. الو ماشي. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا منى؟ معلش في عندي سؤال بس بساله، عاوز اعرف بس طريقتها يجت ازاي. طب اتفضلي يا منى قولي المساله. اتفضلي يا منى. بيقول يلزم لترسيب 45 جرام من هيدروكسيد الفلز. يلزم لترسيب 45 جرام من هيدروكسيد الفلز. وجايب نقط اختيار يعني. من محلول هيدروكسيد الامونيوم كثافته 9/10 جرام لكل سنتيمتر مكعب. ده مديها كثافه 9/10 ايه جرام لكل سنتيمتر مكعب. جايب لي بقى اختياري 50 لتر عفوا كم 50 لتر و50 ملل بس و48 ملل لتر. لسه في ثانيه منها. و40 ونص ملل لتر. جميل. فانا عاوز اعرف الطريقه يعني. تمام برضو في مسائل الترسيب انا اخدها هدوف موجود في موضوع الترسيب. طب في تاني اسئله عندك يا منى؟ عندي استفسار بس، هو كبريتيد اللي هي مطارات الكبريتيد الفضه، كبريتيد فضه ايوه اللي هو AG2S ايوه بيزيد في النشادر. تمام ها ايه تاني؟ طيب بس كده شكرا. ماشي تحت امر تحت امر. انا مستعجل على المسائل. الطالب ده احنا هنخصص حلقه خاصه للمسائل ان شاء الله. لسه ان شاء الله معانا وقتنا. احنا بنطمن ابنائنا هتكون لنا حلقه خاصه مسائل فقط بس لا غير. هنا بقى الطالب يقول لي المعادلات كثيره جدا. اقول له كثيره ليه؟ يجي يقول لي في التاكيديه كنا بنستخدم محلول NaOH اهو، ادي ان ايه بدل NH4 ادي اهو، ادي ان ايه ادي ان ايه، نتج ايه اللي ينتج بدل ان اتش 4 احط ان ايه، ادي ان ايه. هنا بس هشيل بقى القوسين بقى عشان ما مش مجموعه ذريه. تمام. هنا ان ايه. الله، يعني نفس الثلاث معادلات الخاصين بالتجربه الاساسيه هي نفسها معادلات التجربه التاكيديه. اذا بنقول لاولادنا ما تتخضوش في المعادلات، والله والله كلها تكرار طالما انا فاهم. ده كده كان بالنسبه لي اهم مجموعه عندي اللي هي ايه، مجموعه الكاتيونات. كان سعادتك قلت لي على حاجه خاصه بالشق الحمضي لسه ما كملتش، اللي هي الحمض الكبريتيك. الكبريتيك الجزء بتاع كلوريد، كشف عن الكلوريد والكشف عن النطرات، الكشف عن الكبريتات والفوسفات باستخدام محلول كلوريد الباريوم. ده الكلوريد المنديل الكتير. انما الحته بتاعت حمض الكبريتيك نفسها كان في طلبه بيتسالوا على النطرات وعلى الكلوريد، فده كانوا عايزين الحته الاخيره اللي بحضرتك توضحهم لنا اللي هي الكشف عن الكلوريد.
تمام تمام ايون الكلوريد وايون النترات بواسطه حمض الكبريتيك. تمام تمام. يبقى كده احنا وفيناهم جميع المجموعات اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام. هو بالنسبه لانيون الكلوريد في التجربه الاساسيه ولا التاكيديه؟ لا التجربه الاساسيه بتاعتك. يعني انا مثلا عندي ايه؟ ادي ان اي سي ال اهوت، ادي ملح صلب طالما هي تجربه اساسيه. وانا استخدمت حمض كبريتيك مركز. مركز او كونك وساخن يبقى كده ايه؟ ليكويد. الكبريتات الثنائيه اذا حطيت انا 2 فنتج ان اي 2 اس او 4 بلس 2 اتش سي ال. هنا بقى ده كده برضو غاز عديم اللون. تمام. بيكون صخب بيضاء مع عصاق مبلله بمحلول النشادر. اذا ادي النشادر، النشادر بيتحد مع ال HCl ويكون NH4Cl كلوريد امونيوم، ده اللي هو عباره عن الصخب الايه؟ الصخب البيضاء. طب ده كده كان خاص بالتجربه الاساسيه الخاصه بالكلوريد. سعادتك قلت تاني النترات حضرتك جاوبتها في الحاله البنيه والتمييز بين النترات والنيتروجين، مش مشكله. نتكلم عن التجربه الاساسيه اللي هي بتاعه ال NO2. ال NO2 تمام. يعني هو في التجربه الاساسيه اذا قال لي تصاعد غاز عديم اللون يتحول الى ابخره بنيه محمره عند الفوهه، ده كده نيتريت. لكن لو قال لي تكونت ابخره بنيه محمره داخل الانبوبه على طول، يعني يبقى ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن نيترات. وتزداد الابخره البنيه المحمره باضافه خلاطه نحاس في حاله النيترات. اذا معنى انها ازدادت الابخره البنيه المحمره يعني لما احنا ضفنا خلاطه نحاس تكون مزيد من NO2 اللي ادى الى زياده اللون البني المحمر. نكتبها كمعدات؟ لا مش مستاهل، هي مش مستاهل. عندهم عايزين نخشهم في جزئيه المسائل ونشوف الاسئله بتاعتهم اللي جات لنا النهارده مساء. برضو في محلول كلوريد الباريوم. ايوه مع الفوسفات مع الكبريتات برضو دي ايه؟ عشان ما خلصنا لهم الجزء ده خالص بالظبط. ماشي. اما اجي اتكلم عن محلول كلوريد الباريوم بي اي سي ال 2 اكواس ماشي. هذا المحلول يستخدم في الكشف عن انيون الكبريتات وانيون الفوسفات. في التجربة الاساسية، في التجربة الاساسية اوكي انا بستخدم محلول كلوريد باريوم بي اي سي ال 2. طب خلاص احنا برضه اهوت ادي ان ايه خدت الصوديوم وادي الكبريتات ثنائيه التكافؤ ان ايه 2 اس او 4 ادي اكواس وبرضه الكاشف عندي عباره عن محلول بي اي سي ال 2 ادي اكواس. هينتج ايه؟ عباره عن تبادل مزدوج، اداني كبريتات باريوم و كلوريد صوديوم يعني 2 ان اي سي ال زائد كبريتات الباريوم اللي عباره عن بي اي اس او 4. وهنا في حته او جزئيه مهمه قوي قوي قوي، ده راسب راسب ابيض. هقولها بس برضه لما اجي اتكلم عن الفوسفات. صوديوم ان اي والفوسفات بي او 4، الفوسفات ثلاثيه اذا ان اي 3 بي او 4. وضفت محلول كلوريد باريوم بي اي سي ال 2 اكواس، ده برضه ادي محلول تبادل مزدوج هيدينا ايه؟ كلوريد صوديوم ان اي سي ال وفوسفات باريوم، باريوم ادي البي اي وادي الفوسفات بي او 4. انا مش حافظ مركب، انا بستنتج الفوسفات ثلاثيه والباريوم ثلاثيه باي 2. طب هنا ان اي 3 حطيت 3 قبل الان اي. طب اما حطيت 3 كده عندها 3 سي ال 3 ان اي، هل كده موزون المعادله؟ ده كده ايه بي اي 3 حطيت هنا اهو 3 3 بي اي اصبح كده عباره عنها 6 سي ال، يبقى كده 6 سي ال 6 ان اي يبقى هنا ادي 2
يبقى ادي 6 ان ايه و2 بي او 4 ادي بي او 4 باي 2. اذا انا بتعمد ان انا رايح جاي مع وزن المعادله عشان بس يبقى الطالب عارف اذا انا بوزن معادله كيميائيه. ده كده برضو عباره عن راسب ابيض. هنا بقى ازاي اميز بين الراسب الابيض بتاع الكبريتات والراسب الابيض بتاع الفوسفات. احنا كنا قلنا ملحوظه مهمه جدا 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 ان دايما رواسب الفوسفات تذوب. اذا الطالب هيعلمها كده. لما قلنا راسب اصفر يذوب من فوسفات الفضه قلنا ده كده عباره عن انيوم فوسفات. او راسب اصفر يذوب انيوم فوسفات. هنا برضو راسب ابيض يذوب يبقى الانيون انيون فوسفات. بالظبط. راسب ابيض لا يذوب يبقى الانيون عباره عن ايه؟ كبريتات. ويستخدم في دي بالذات هنقول ال HCl بالذات في الجزئيه دي. حمض هيدروكلوريك مخفف في الجزئيه دي. ليه؟ لان في الفوسفات هيدوب معاه انما الكبريتات مش هيدوب لسبب ان هو مور ستيبل عن اكثر استقرارا اكثر ثباتا من ال HCl. يعني حمض HCl اقل ثباتا من حمض الكبريتيك المركز ولذلك لا يحل محله فلا يحدث تفاعل. بالظبط. مش هيدوب الراسب بتاعه جواه. يعني برضو احنا رجعنا للفكره العلميه الخاصه بالكشف عن الشق الايه الشق الحمض. عندنا اسئله برضو مهمه عايزين احنا نتعرض اليها. كنا احنا محضرينها. لكن انا عندي يعني مسألة مهمة عايزين نقولها طالما احنا بنتكلم عن المسائل الخاصة. مبدئيا كده ناخد بس الحتة بتاع مدام اسماء اللي هي الهدرجة بتاع المركبات الغير مشبعة. الهدرجة في حد ذاتها الاستخدام هدرجة مركب غير مشبع يعني انت بتحوليه من الكين لالكان. واضح؟ طيب استخدام فيه ايه؟ احنا عندنا الزيوت بتبقى بتتحول للسمن الصناعي. الزيوت بيبقى فيها روابط ثنائيه لما بيتعمل عمليه هدرجه بيتحول عندنا للسمن الصلب بتاعنا. يبقى هنا بنقدر نقول الاستخدام في تحويل الزيوت للسمن الصناعي. في هلجله الالكينات اللي بنتكلم فيها دي بنحصل على بنقول الجزء الاولي للبوليمرات زي كده البوليمر بتاع البي في سي زي ما جايب لك اللي هو التفلون اللي هو التافلون. الهلجنه معناه ان انا بضيف السي ال بضيف البي ار بضيف الاف على الالكين بتاعي. طب لما انا هضيف مثلا السي ال على الالكين هيتكون عندي فينايل كلورايد اللي هو كلوريد الفينايل. لما اخد ده كجزء اولي ليه بسميه المونيمر هيكون معايا البوليمر الكبير بتاعه اللي هو البي في سي اللي هي المواسير بتاعه الميه الحديثه اللي انت بتشوف فيها اللي هي اللون الاخضر. ده بالنسبه للسؤال بتاع مدام اسماء. طيب بالنسبه للمسائل محمد اللي اتكلمنا من البحيره كذا مره على موضوع مسائل التحليل الترصيب وغيره هنشوف دلوقتي ان شاء الله مع استاذ خالد ان شاء الله على جزئيه المسائل دي. اتفضل استاذ خالد. وصلتنا يعني طلبات ملحه جدا بالنسبه لمسائل التطاير. اوكي. هنقولها بعدين نرجع لمسائل الترصيب هنقولها مع الترصيب. مفيش مشكله. ففي مساله هنشرح منها الفكره ازاي الطالب يتعامل باقل مجهود ممكن وبدون تشتت مع مساله التطاير. بيقول لي اذا كانت كتله عينه من ملح كلوريد الباريوم المتهدرت. يعني متهدرت شرب. يعني كلوريد الباريوم ده اساسا بيتحد مع عدد اكس انا ما اعرفوش من جزيئات ماء التبلور هي 2.6 ادي 903 جرام وسخنت تسخينا شديدا الى ان ثبتت كتلتها فوجدت
ادي كانت الكتلة 2.2923 جرام. احسب النسبة المئوية لماء التبلور من الكلوريد المتهدرت. ادي اول طلب. تاني طلب اوجد الصيغة الجزيئية للملح المتهدرت. كلام جميل خالص. طبعا مديله الار ام ام اللي هي البي اي بكام والسي ال بكام والحاجات دي. طبعا ان البي اي ايوه الطلب ب 137 والسي ال ب 35.5 وده اللي احنا هنبقى احنا محتاجين الماء ب 18 على بعضها. طب نقرا كده المساله بالراحه خالص عشان نفهمها. بقول اذا كانت كتله عينه من ملح كلوريد الباريوم المتهدرت بي اي سي ال 2 اكس اتش 2 او ادي كتله كلوريد الباريوم المتهدرت وسخنت تسخينا شديدا الى ان ثبتت كتلتها. معنى ان الكتله ثبتت ان كل ماء التبلور ده ايه؟ تطاير. اسمها تطاير. اذا ده عباره عن كتله كلوريد الباريوم الغير متهدرت. انا هعمل كده بالظبط. هقول له كده ادي بي اي سي ال 2 دوت اكس اتش 2 او وسهم سخنت نتج بي اي سي ال 2. كتله الماده المتهدرته كما معطى بالمساله اهيت. وادي كتله الماده الغير متهدرته 2.2923 جرام. هو اول حاجه عاوز ايه؟ اولا دي عباره عن كتله العينه. في قانون بالنسبه لي النسبه المئويه. كتله الماده على كتله العينه في 100 تديني النسبه المئويه. طب هو عاوز النسبه المئويه لماء التبلور. يبقى كتله ماء التبلور على كتله العينه اللي عباره عن كتله الماده المتهدرتها في 100 دي النسبه المئويه. طب هنا بقى ازاي انا احسب كتله ماء التبلور؟ اقول له كده كتله ماء التبلور هتساوي ايه؟ ادي كتله الماده المتهدرتها 2.6903 ماينس ادي 2.2923. طلعت النتيجة او كتلة ماء التبلور 0.398 جرام. لو انا جمعت كتلة ماء التبلور على كتلة المادة الغير متهدرتة تديني العينة كلها، تديني هذه الكتلة كتلة العينة. يبقى اذا انا عشان احسب النسبة المئوية هنا ادي كتلة ماء التبلور 0.398 على 2.6903 اضرب في 100. خلاص كده انا خلاص حسبت النسبه المئويه. الاهم عندي ايه بقى؟ حسب عدد المولات. هو عاوز بقى الصيغه الجزيئيه. يعني عايزين نعرف عدد جزيئات ماء التبلور. ماء التبلور. بصوا بقى كده حبيبي نعمل ايه؟ بي اي سي ال 2 النقطه دي اشدها خط واكتب اكس اتش 2 او. اذا بي اس ال 2 بيرتبط مع عدد انا ما اعرفوش من التبلور. هحسب الكتله الموليه لبي اس ال 2 بدل نعمل في خطوه اعملها على نفس الموجود اللي عندي. البي ده ب 137 بلس السي ال ب 35.5 في 2. اما جمع دول يطلع 208 جرام لكل مول. دي كتله موليه. طيب هنا ده كده عباره عن اكس انا عايز احسبه.
الاتش بواحد في اتنين زائد 16 زائد 16 يبقى ادي كده اكس 18 جرام لكل مول، يبقى كل 208 جرام الكتلة المولية لكل الباريوم بترتبط مع اكس كتلة مولية للماء 18 جرام. طب هنا بقى انا بص كده اهو ماشي بالترتيب، لذلك انا كتبت انا من الشمال يا مستر محمد. اصبح ده تحت ده، يعني دي كتلة المادة الغير متهدرتة وده كتلة ماء التبلور، يبقى كل 2.2923 جرام كتلة كلوريد باريوم غير متهدرت بيرتبط مع 0.398 جرام ماء تبلور. الاكس بتاعي كده انا هجيبه اللي هو طرفين في وسطين، خدت شرطة كسر المضروب عندي مقسوم، بمعنى ده في ده يبقى كده مقسوم، يبقى تحت انا 18 في 2.2923 فوق 208 في ادي 0.398 هيطلع اساسا الاكس بيساوي 2. اذا هقول بقى كده الصيغه عباره عن بي اي سي ال 2 دوت 2 اتش 2 او. يبقى تاني الفكرة بتاعتنا ادي كده BCL2 بيرتبط مع XH2O. بدل ما اعمل خطوة لحساب الكتلة المولية، لا انا عملتها على نفس المعادلة او اللي انا السيستم اللي انا عملته بالنسبة لي. ادي الـ B137 وادي CL2 B71 جمعتهم 208 جرام لكل مول، وبرضو حسبت الكتلة المولية. اذا كتلة مولية مع كتلة مولية، لكن X انا ما عرفوش. طب ما انا عارف كتلة المادة الغير متهدرة، دي كتلة مادة غير متهدرة، وده كده عبارة عن كتلة ماء التبلور. اقدر بالطرفين فوسطين اجيب قيمة اكس اللي هي تساوي 2 اللي هي بتمثل عدد جزيئات ماء التبلور. اذا كده بي اي سي ال 2 اتش 2 او. برضو من المسائل اللي جت في امتحانات ثانوية عامة وفيها نسبة مئوية، مسائل مهمة جدا على اطار برضو المسألة اللي فيها مخلوط بس كان فيها ايه خاصة بالترسيب. ما كانت مسألة محمد فعلا كنا عايزين نحلها له على الحاجات اللي موجودة. تمام. ممكن لو في واحدة زيها بالظبط هو يمشي نفس النسق. يبقى مش مشكلة. احنا هنبتدي بقى نتكلم عن مسألة من المسائل الهامة. اللي هي بيبقى دايما فيها شوائب او مخلوط، يقول لك عينه فيها شوائب او غير نقي او غير نقي. هو مش هقول لي كتله العينه. اذا قال لي غير نقي غير نقي او الشوائب، يبقى اذا دي تعتبر كتله المخلوط، المخلوط كله على بعضه على طول على بعضه. تمام. فبرضه من المسائل اللي جت في ثانويه عامه وتعتبر مساله مهمه جدا، احنا هنلبي كل طلبات ولادنا مما لا شك فيه. تمام. ولكن احنا بنرتب الطلبات كأهمية وبرضو بمنظورنا احنا ايه الحاجات المهمة جدا اللي الطالب محتاجها في وقت البرنامج بتاعنا. تمام. يعني احنا عايزين في مراجعتنا يبقى نركز قوي 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 على منهجنا بشكل قوي جدا، وده كله هيتحل ان شاء الله. ممكن مثلا مسألة محتاجة آلة حاسبة وكده ممكن تاخد شيء من الوقت، فاحنا بنجهز ممكن نديله بس حتى الفكرة بالارقام وهو يكمل. تمام تمام بالظبط. تمام. اوكي. طيب المسألة بتقول لي ايه؟ مخلوط من مادة صلبة يحتوي على هيدروكسيد صوديوم وكلوريد صوديوم لازمة لمعايرة 1/10 جرام منه حتى تمام التفاعل 10 ملي من حمض هيدروكلوريك 1/10 مول لكل لتر. هو عاوز ايه؟
احسب النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم لهيدروكسيد الصوديوم في المخلوط. يا ريت بقى محمد كده من البحيرة يبقى متابع الجزئية دي، لان المسألة بتاعتك دي هي دي لنفس المسألة بالظبط بس بارقام مختلفة. هشوف بس الفكرة العلمية بتاعتها وان شاء الله تقدر تحل دي وتتابعنا تقول لنا المرة الجاية انا عرفت احلها وطلعت غلط. اتفضل يا استاذ خالد. العبارة المعهودة في برنامجنا ان الكيمياء فهم وليست حفظ. طبعا اذا انا قدرت اترجم اللفظ صح واذا انا قدرت احدد المعطى والمطلوب صح هحدد القانون واعوض واكتب الوحدة او التمييز. تمام. طيب بيقول لي مخلوط من مادة صلبة يحتوي على هيدروكسيد صوديوم وكلوريد صوديوم. طب ادي كلوريد الصوديوم NaCl بالراحة خالص. انا هحل المسألة يا مستر محمد من المسألة من قراءتها ذات نفسها. تمام. وهيدروكسيد الصوديوم NaOH هذا المخلوط كتلته 1/10 جرام، يعني دي كده كتلة ال NaCl وال NaOH. لازم المعايرات 1/10 جرام منه يعني من هذا المخلوط حتى تمام التفاعل 10 ملي من حمض هيدروكلوريك. طب ادي حمض الهيدروكلوريك HCl مديني الحجم، الحجم بتاعه تركيز حجمه 10 ملي 1/10 مولكوليتر، اذا تركيزه 1/10 مولر او مولكوليتر. اولا لو انا ضربت الحجم في التركيز اديني عدد المولات. انا بس كده هرجع كده لحاجة مهمة جدا، هو عاوز النسبة المئوية ل NaOH. سبق انا قلت ان عشان احسب النسبة المئوية يبقى كتلة اللي انا عايز نسبته على كتلة العينة. طب كده انا عندي كتلة العينة، كلام جميل خالص. طيب اذا انا عايز اعرف كتلة NaOH قد ايه من 1/10. طب نمشي بشكل تقليدي خالص، لما انا ضفت HCl لهذا المخلوط HCl يتفاعل مع مين؟ هل ينفع الحمض يتفاعل مع ملحه؟ لا طبعا. اذا الحمض يتفاعل مع NOH، NOH يتفاعل مع HCl ونتج NaCl plus H2O. دي معادلة موزونة. من المعادلة الموزونة يتضح ان عدد مولات الحمض هي نفسها عدد مولات القلوي. يعني لو انا جبت عدد مولات HCl يبقى هو نفسه عدد مولات NaOH. طب وانا هستخدم عدد مولات NaOH في ايه؟ جذر الكتلة. ما انا عندي قانون عدد المولات في كتلة المول الواحد تديني كتلة المادة، يبقى كتلة المادة بتساوي عدد المولات في كتلة المول الواحد. هقوله بما ان او من المعادلة الموزونة، هوت من المعادلة الموزونة عدد مولات الحمض يساوي عدد مولات القاعدة القلوي او القاعدة، يبقى هيساوي ايه؟ هنا الحجم باللتر مدوني بالملي، يبقى 10/1000 في التركيز 1/10، يعني دي كده عبارة عن 1/10 او 1/100 في 10، يبقى كده ادي 1/1000 مول. اذا ده عبارة عن عدد مولات الحمض اللي هو نفسه عدد مولات القلوي. طالب قال لي طب فرضا يا مستر كان هنا اساسا عدد مولات القلوي ضعف عدد مولات الحمض، بعد ما اجيب عدد مولات الحمض اضرب في 2
يبقى جبت عدد مولات القلوي. طب احنا جبنا عدد مولات الحمض، هحسب ايه بقى؟ مولات القلوي هحسب كتلة المول من ان اي او اتش. طب بيبقى مديله الكتلة الذرية بتاع طبعا واحد. هيدينا الان اي ب 23 قيم كتل اوزان الذرات تمام. اللي احنا دلوقتي بنكتبها الطالب غير مطالب بحفظها، تقطع في المسألة ان اي ب 23 والاو ب 16 والاتش بكام؟ بواحد. في ملحوظه مهمه جدا عايزين نقولها يا مستر محمد. احيانا ما بيكتبش ليا اساسا هذه الصوت في المساله، لكن في بدايه الامتحان استخدم الثوابت الاتيه في مثلا حل المساله وكده يعني. اذا لو مش موجوده الكلام ده ادور عليها في مسالتي. كتله المول الاتش بواحد والاو ب 16 ان ب 23 طلعت ب 40 جرام لكل مول، ادي كتله المول. انا جبت كتله المول وعندي عدد المولات، اذا ادي كتله الماده اللي انا عايزها هتساوي عدد المولات اللي عبارة عن واحد من الف في اربعين تطلع اربعة من مية جرام. جرام اجيب بقى النسبة لايه؟ المئوية. المئوية عبارة عن كتلة المادة اربعة من مية على واحد من عشرة في مية تطلع النسبة المئوية 40%. طيب بنهاية المسألة ديت نتقدم خالص الشكر لأستاذنا العظيم أستاذ خالد. أشكرك أستاذنا، أشكرك وربنا يجعلنا في ميزان حسناتك إن شاء الله يا رب أمين. وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم بسرعة على وعد إن شاء الله. أسئلتكم اللي ما تمش إجابتها في بداية الحلقة الجاية إن شاء الله هتحل إن شاء الله، هنحلها لك بإذن الله أو زمايلنا هيكملوا ورانا. نقابلكم إن شاء الله الثلاث اللي بعد الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.